الباب الرابع والعشرون ومئة. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.